بعدين دخلنا في موضوع تاني، هو العلاقة ما بين السيسي وإسرائيل. هو كان بيتوقع أنه هيكون رمانة الميزان، وأن إسرائيل هتتصل بيه عشان تقول له اتواصل مع حماس واضغط عليها عشان تطلع الرهائن. لكن الحقيقة اللي عملته إسرائيل مع السيسي في الشهر اللي فات قلبت الترابيزة عليه بشكل كبير جدا. وهنا يعني عايز أفتكر معاكم حاجة، مشهد الجيش الثالث تفتيش الحرب، يعني هقول لكم عليه حاجة مهمة قوي. الموضوع تفتيش الحرب ده، لأنه يعني في مشهد مهم لازم نتكلم عليه. لكن إسرائيل كانت الشهر اللي فات بتعمل إيه؟ بدأت من الأول كده خالص تفصح عن نواياها، اللي هي إيه؟ اللي هي بص يا باشمهندس عبد الفتاح، أنت راجل حليف لينا، أوكي، على العين وعلى الراس، أنت راجل بتعمل لنا كل اللي احنا عايزينه، أنت راجل عميل لإسرائيل، أنت راجل بتحافظ على أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي، أنت راجل برنس يا حاج عبدو، أنت برنس بالنسبة لإسرائيل، أنت مش كنز استراتيجي، أنت الاستراتيجية نفسها، بص أنت خزينة كنوز يا عبدو. المهم، فإسرائيل بدل ما يعني تتكلم على دور الراجل اللي هو عامل لهم كل حاجة حلوة، قامت ملسوعاه بحملات ابراهيم عيسى، مش عايز اقول فين. عملت ايه اسرائيل في الشهر اللي فات؟ قعدت تلاعب السيسي في موضوع التهجير. بص يا عبده، احنا عايزين نهجر الفلسطينيين لغزه، فيطلع عبده يقول لا. فيطلعوا يقولوا له طب بقول لك ايه، احنا مش هنوديهم غزه، احنا هنوديهم العاشر والعبور، فيطلع يقول لهم لا. فيقوموا قاصفين له معبر رفح، فيقول لهم لا. فيقصفوا معبر رفح تاني، فيقول لا. فيدوله على قفاف معبر رفح ثالث، فيقول لا. فيدوله واحد كمان. عمالين نازلين لسواع بحملات ابراهيم عيسى، مش سايبينه، مش رحمينه، بقى لهم شهر. لسواع لسواع لسواع، اوب، حد في الاخر السيسي قال لا، بقول لك ايه، اظبط بقى انت وهو، ما بديهاش بقى، هتعمل ايه يا عبده بعد اللسويع اللي لسوعوها لك دي؟ انا هعمل تفتيش حرب في الجيش الثالث. هنا ساسكت قليلا. ها، ادينا يا عبد الفتاح. ليه بقى؟ عشان اوصل رساله. ادينا اوصل رساله. ها، ايه الرساله بقى؟ اياك والغضب. ايه؟ لا تغضب ولك الجنه. ايه؟ اوعى تتضايق. يعني انت لما من الجيش الثالث وعامل القعده دي عشان تقول لنا لا تغضب وامسك نفسك وامسك اعصابك؟ على راي عبد الرحمن بيقول كلمه في اللايف هنا كل مره، مش عارف اقولها لك على الهوا، بس هي الكلمه الوحيده اللي تتقال لك يعني. فعلا؟ بجد والله عبده؟ عارف عبد الفتاح السيسي في موضوع تفتيش الحرب ده، دي اللقطه اللي كنت عايز اقولها لك، عمل ايه في الشهر اللي فات ده؟ السيسي عامل بالظبط زي العيل الصغير اللي ماشي في حاره، وكل ما يعدي يطلع له واحد عيل بلطجي حقير جدا جدا، يقوم ماسك حملات ابراهيم عيسى وملسوعه على قفاه، او يعني يخليه على قفاه. المهم، فكل ما يعدي في الحاره يقوم معدي وهوب مديله واحده، معدي ثاني يوم هوب مديله واحده، مديله الثالثه، مديله الرابعه. فالعملية بصراحة بقت بزرميت، الراجل ما بقاش عارف يمشي في الشارع، لا قدام ناسه، ولا قدام الحارة، ولا قدام القهوة، ولا قدام البيت اللي عايز يصاحبها، ولا أي حاجة خالص، شكله بقى زبالة جدا. والتاني ماسك الحملات ونازل فيه لسوعة، مش رحمة. فقام إيه؟ في يوم قام رايح عبده قافل الباب بتاع العمارة عندهم، كان زمان كده الأبواب بتاعت العمارات بيبقى فيه ترباس حديد كده تقيل قوي، تشده كده تقفل عشان ما يجيلكش عيل رزل يطلع لك السطوح يضايقك ولا بتاع. وبعدين قام طالع فوق السطوح، العماره بتاعتهم كبيره كبيره جدا، طلع فوق السطوح وقام عامل طياره ورق، اللي هي كنا بنعملها بالغاب ونلفها ونلزق عليها الورق والوان وبتاع، قام عامل عليها ورق وقام كاتب عليها يا حرام ما فيكيش راجل ولا ما فيهاش راجل، وقام مطير الطياره فوق. فلما الطياره طارت علت فوق، فمحدش اصلا شايف هو بيعمل ايه خالص، يعني ما حد شايف، لا حد شايف مثلا، لا مثلا عمل بانر ونزله من على العماره، ولا مثلا عمل الطياره او رمى منشورات من على السطوح مثلا، لا خالص، هو كتب يا حاره ما فيهاش راجل وقام طاير الطياره فوق، فخلاص الناس مش شايفه اصلا بيعمل ايه. فالناس لما تحته تحت العماره وبدات تشاور عليه وهو بيطير الطياره، مع ان الواد نازل فيه لسوعه بالحملات بتاعت ابراهيم عيسى بقى له اسبوع نفخه كويس، فبدا الناس تلمه حواليه وبيقولوا العبيط اهو، عارف انت، يشاوروا عليه ويقولوا العبيط اهو. فخلاص، فهو راح عمل تفتيش حرب
وقال لك يا انا جامد جدا يا عمي حاسب، اوعى وشك. ايوه باشا هنحارب، هي هنعمل ايه بقى؟ ها لا تغضب يا حرام، ما فيهاش راجل يا ابني، احنا مش شايفين اللي انت بتقوله. ما اوعى تتنرفز، اوعى حد يجرك لاي مشكله. وبعدين بقى بس خلاص، فتلموا عليه كلهم الاسرائيليين والمصريين والفلسطينيين ويشاوروا عليه ويقولوا العبيط اهو. فدي ملخص عبد الفتاح السيسي مع اسرائيل. قعدوا التهجير، انا ضد التهجير، انا مش عارف ايه، طلعوا له بيانات وطلعوا له وثائق استخباراتيه وطلعوا له كذا، امريكا ضغط عليه والاتحاد الاوروبي ضغط عليه وهو عمال يصرخ ويقول انا وانا وانا وانا. فالقصه الحقيقه وصلت لانه اسرائيل وصلت عبد الفتاح السيسي بالضغوط دي، انه لما لم الطياره الورق ونزل، نزل من العماره بتاعتهم، لما راح مشوار بعد اللي عمله ده، بعد ما فضل يتلسوع بحملات ابراهيم عيسى وطلع العماره طاير الطياره وقال يا حرام ما فيهاش راجل محدش شافه، فنزل راح مشوار فثبته البلطجي ده على اول الحاره، وبعدين قال له اسمع يالا انت مش راجع بيتكو تاني. فوقف عبد الفتاح السيسي من بعيد، امه بتنادي عليه تقول له تعالى، قال لها مش عارف ارجع بيتي. قالت له ليه يا ولد؟ قال لها اصل ما خدتش الاذن، اصل البلطجي ما ادانيش الاذن. فهمتوا اللي احنا عايشينه؟ فالسيسي حاليا واقف في بيتهم في الحاره بتاعته في وسط ناسه، بس في بلطجي واقف له بحملات ابراهيم عيسى مش بيديله الاذن، لا عارف يدخل بيته ولا عارف يخرج من بيته ولا عارف يدخل حد بيته ولا عارف يخرج حد من بيته ولا عارف يعمل اي حاجه في حياته غير بالاذن الاسرائيلي. اللي حصل الشهر اللي فات ان اسرائيل موقفه السيسي ملط ملط في مصر، كل ما تكلمه يقول لك ما خدتش الاذن، دخل يا ابني مساعدات ما خدتش الاذن، دخل يا ابني الناس فرق طبيه ما خدتش الاذن، خرج يا ابني جرحى ما خدتش الاذن، طب دخل عربيات الاسعاف الفلسطينيه اللي جابت لك الجرحى ما خدتش الاذن. طب انت جاي تشتغل ايه؟ انت جاي تشتغل ايه؟ ولا حاجه.